استطعنا أن نفتتح بهذا اليوم معرض أنامل من أمل في مركز الكرامة المجتمعي بنفس التوقيت اللي فيه 16 يوم من أجل مناهضة العنف ضد المرأة. كانت مناسبات يعني متشابكة أو مرتبطة ببعض البعض. قمنا بعدد كبير من الدورات التدريبية، دربنا فيها على إعادة تدوير الملابس القديمة، على التطريز، على عمل المكرميات، على الصوف، على تطريز الورد والساتان، بنفس الوقت بعض المشغولات الجميلة والمجسمات. شارك بهالتدريبات من كل تدريب من التدريبات بين 10 إلى 15 سيدي، وكان اليوم هو محصلة عمل أشهر عديدة من العمل الدؤوب والمستمر. عمل السيدات كان الحمد لله يعني يتسم بالجمالية والدقة وكثير من التقنية الجيدة، رغم كل التضحيات والتحديات اللي عم تواجه المرأة بهالمرحلة الصعبة من حياتنا. نقدم لسيداتنا السوريات الحرائر البطلات ايضا اللي قاوموا واللي وقفوا بقوه. شكرا كثير كثير.